بعدا الحمد لله على السلامه ديالك اختي، بحكم اني سمعنا البارح لانك راك كنتي مريضه، واليوم الحمد لله انني كنشوفك انك وقفت الحمد لله على صحتك على رجليك. وكما شاهدنا وتابعنا شكرا خويا زهير، راجعت من الطبيب ديال سي راجعي تيجاني. مرحبا بك معنا في الاكسبريس. شكرا لك خويا زهير، بارك الله فيك. كنشكرك وكنشكر المتابعين الزوينين اللي كيتابعوا القناه ديالك، كنشكركم كاملين بدون استثناء. ولا لا خطاك تيجاني شنو هو الرد ديالك على الموضوع ديال البارح ديال السيده كانت طلعت معنا البارح وكانت اتهمت كنتي والزوج ديالك انه كان الزوج ديالك انها كانت على علاقه وانه كان نصب عليها بالنسبه الاحتيال باسم الزوج. اول شيء الانسان اللي عنده النصب اخويا الكريم كيلتج للقضاء. هي الناصب عليها مثلا كما كتقول هي باسم الزواج، ياك هكا قلتي، وانا علاش دايره بيا شكايه؟ كتقول بانك انت شهرتي بها بالسب والشتم. فين شهرت بها؟ واش هي اللي طالعه في المنبر الاعلامي ولا انا اللي طالع في المنبر الاعلامي؟ اللي باغي الشهره واللي باغي البوز هو اللي طالع في المنبر الاعلامي، اما انا يا ما مواضيع اللي ندير بهم البوز اخويا زهير، وانت حاضر على هذا الشيء، لا انت لا الاستاذه اللي معاكم في البرنامج ديالكم في الصحيفه ديالكم، شحال من مواضيع دازو وداك الشيء وكتصلوا بيا، ولكن للاسف ما تلقاش كيفاش ندير نجي نصور معاكم ولا شي حاجه بحكم الظروف ديال بنيتاتي، ما تلقاش معاهم نخليهم وداك الشيء، وما عنديش مع هاد الشهره ديال الشوه البوز بالشوه او الشوه ديال او الشهره ديال الشوه هكا بهذه اللغه. اللي منصوب عليه كيلتجئ للقانون، واللي مشهر به ما كيطلعش في اللايفات في 3 4 الصباح و 5 الصباح وما تيسكتش. ولكن انا التشهير اللي درت بيا امام الملأ البارح عبر الصحيفه ديالكم، وكنشكرك لان النيه ديالي هي اللي جابتها ليا، تهمتني انني كنت عندي معها علاقه من اللي كان معاها، والعالم كيعرف جالي ان داك السيد ما كان بيني وبينه غير الخير والاحسان. هذاك السيد اخويا زهير ممكن هو عنده حق الرد ياك، لانه كانت بيناتهم علاقه والحمد لله راه كتعترف بها علاقه زواج، يعني كان باغي يتزوج معاه ما كانش باغي يلعب عليها. هي السيده باغا الشهره، انتقلت لبعض القنوات، التجأت للقنوات باش تشوهوا ولا ما نعرف شنو طرا بهم. احنا كقنوات منتقده كاملين هضرنا في الموضوع. المؤسفه السي زهير اللي كتقول لك انايا السب راه قنوات الحمد لله سبوها، وعندي كل شيء مسجل الحمد لله، كل شيء غيتفرغ ان شاء الله في السيديات، وبزاف ديال المفاجات احسن مره اخرى نخليك مع المفاجات. واخا جالي كيفاش كان احساسك البارح انك كيفاش سمعتي؟ لان سمعنا انك انت سمعتي داك المقطع اللي سمعتي، شنو كان وقع لك بالضبط؟ اخويا انا يا قسما بالله ما تفرجت فيك الساعه اللي حطيتيه، حتى التليفون ناض عندي فيه اش غادي نقول لك، وماما اتصلت بيا هي اللي خلاتني انني نهار. اما الكل كيعرف جالي قويه نتحدى هذا الشيء ونفوت ان شاء الله بقدره الله، والمتتبعين اللي مساكن عارفين جالي اللي كيدعموني من اجل كلمه الحق ودائما معايا، ولو انا في عاليه انا عندي اخطاء مني كيتعدى عليا الانسان، ما نكذبش عليك ونقول لك انا كنرجع للور، راه اللي جبدني كنرد عليه ماشي ما كنردش، ولكن الظلم راه ما كيبغيه حتى شي واحد. الور فاش جيت انايا لقيت التليفون بزاف ديال لي زابيل وماما معيطه، اتصلت بالوالده هي الاولى ياك لاباس، بقات كتبكي قالت لي شنو هادشي كنسمع وكذا وكذا وكذا، وانتيا كنتي على علاقه راك عارفه ديك حنا بالنسبه لينا خويا هادشي عندنا شوهه، هذا هي الشوهه، حنا والدينا ما كيتقبلوش يسمعوا علينا هاد الامور هادي. هي كتفتخر وقالت لك انا شهرت بها، والبارح يعني كتقول لك شهرت بها وعائلتها وداك الشيء، والبارح فين كانوا عائلتها وولادها اللي طالعه في منبر اعلامي صوتا وصوره، صوتا وصوره. اما حنايا ملي كنهضروا في القنوات راك عارف غير الالقاب، حتى واحد ما عنده السميه الحقيقيه، الشهره هي اللي دارتها لراسها اللي طالعه بوجهها غيشوفها ولادها ويشوفها خوتها ويشوفها عائلتها ويشوفها الكل. جالي ممكن تعاودي لنا شي شويه على القصه اللي كانت واقعه، بالحكم حنا عارفين بانك انت راكي عارفه شنو كان واقع من قبل. غيجي فيديو شويه طويل، ما انا راني عيانه وكون كان غير شي حاجه على من نجلس ماشي مشكل. بعجاله هاد السيده كانت مع هاد السيد هادي على علاقه في التليفون ووعود الزواج وكذا، قالت ليه بغات تعاونو ب 4 المليون على اساس يخلص واحد ما نعرف شي مشكل كان عنده هو
هي عارفاه اكثر مني، فهمتي؟ شي مشكل ديال الضريبه ولا ما نعرف شي حاجه قديمه هكا باش تديه، خص ما يكونش عنده الوسخ، فهمتيني؟ هو بحال كانت عنده ديك 4 المليون خصو يخلصها ولا يدي العقوبه الحبسيه، هي بغاته حباته ماشي عيب، من حقها شغل هذاك. ادات له داك الاثمنه، وليكن في علمك كاين ادله على مبلغ اكثر من هذا، فهمتي؟ كتطمعوا ب 25 مليون اخرى، وراه كاين بالدليل وما بغاش يشد من عندها، وحتى هاد 4 المليون تيقول لها ما تصيفطيليش، واي حاجه هي كتقول له انا بغيتك، انا بغيت نعاونك، انا بغيت ندير لك. المهم السيد توصل بالامانه وكانوا بخير وعلى خير، وهي واحد الانسانه هادشي على ما شفناه منهم هما ياك ديك الساعات. انا كنعاود لك انا ذاك ما كان لا الزوج ديالي ولا والو. هي فيها حب الشهرة وخاصها تعلن الحب ديالها هنا وهنا، وهو يمكن كان شارط عليها ما تقول لحد زواجهم يبقى في السر، وربما هذه حرية شخصية كل واحد كيتحمل مسؤوليته، اللي في الاخر كيقول لك بغى ينصب عليها وقال لها ما تقوليش نو. المهم هي كانت كتسرب لي زوديو ديالها وديالو لصحاباتها، فهمتي؟ وانت عارف الناس وهذه ما عرفت كي تفجرات القضيه، فلان معاه فلانه وهذه وهذه وهذه، هو تعصب دار شي رياكسيون معاه. المهم هادشي يقدر هو يحكي لك بالتفاصيل ولي ديطاي، لان الغولاسيون ديالهم هما بجوج غيكونوا هما عارفينها بالضبط. ما ملي شافها شوهات وداك الشيء في اللايفات والقنوات وداك الشيء بحال ما نعرف رجع اللور، انسان دخل في اكتئاب، تعرض للتنمر، تعرض للهجوم، تعرض لبزاف ديال الامور. ومع ذلك انا كنت ديك الساعه منتقده، دخلت بيناتهم بالخيط الابيض، وهو كان كيحشم مني بزاف وكيحترمني بزاف، كنت كنضغط عليه الله يسمح لي ذاك الوقت انه اما يتزوج بها واما يرد لها فلوسها. وكنا طلعنا عند الاخ يوسف الزروالي انا والحاج اجنا تحيه ليه من هذا المنبر، وحاولنا نكونوا واحد الفاصل خير بيناتهم. هو بحكم انسان لو ما كانش فقير ما غتعطيهش 4 المليون ياك، يعني ديك 4 المليون منين قالها واش تزوجي بيا، قالت له لا، عند لايف ديال يوسف الزروالي راه كاين، وممكن يوسف الزروالي يشرح لك هذه القضيه واخا ما كنبغيش انا ندخل شي حد في هذه المواضيع. قالت لي انا ما بغيت لا الزواج ما بغيت فلوس، اي حل داروه معاها ما بغاتوش. قالها يوسف الزروالي علاش شنو وقع لكم شنو سبب المشكل، قالت له ما كيقول ليش حبي، زعما ما تيبغيش يقولها حبي ولا ميك عليها ولا ما نعرف شنو طرا بيناتهم. مرحبا. المهم انا عاودت لك بخلاصه، دخلنا احنا في الموضوع كمنتقدين كهجوم، شي كيدافع شي كي من هنا من هنا من هنا، حتى فرات القضيه صافي كل واحد شد طريقه. المهم كانت من موراها في شهر جوج، قبل من شهر جوج في ديك الاواخر ديال شهر واحد، حموده كان فاتحني في الزواج وداك الشيء، يعني انا جاني من الباب، انا شخصيا كنهضر على راسي جاني من الباب، لان الانسان المعقول راه كي فهمتيني كيدخل من الباب ما كيدخلش من السرجم. وحتى المراه الا كانت معقوله راه اكيد راه من نهار الاول كيبان لك البلان، لقيتي السيد كيتفلى عليك راه باينه، لقيتي السيد باغيك راه غتكملي معاه. المهم هي هذيك تما فين زادت شعلت فيها النار، ولكن انا راه بشهاده الجميع امام الملأ كتقول لك هي ما بغاتوش، ما بقاش عندها غرض به. المهم بزاف ديال الحوايج وصلت في القضاء، وما مشاتش للقضاء ديك الساعه. هاد الشيء راه كان طرا في شهر 12 وشهر 1 ديال العام اللي فات، ما مشات لا القضاء لا حتى شي حاجه، حتى لدابا حيت سمعتني حامله وعاد كتناضت، يعني حيت هي كانت كتقول عندها امل اللي يمكن غدا غيطلقوا، حيت انا كان وقع لنا واحد المشكل فعلا كنت غادي نطلق وداك الشيء. دابا نوريك تشوف كاع باقي لدابا راه ما تمش الاسقاط ديال الطلاق لحد الساعه، كاينه الجلسه نهار 22، ولا بغيتي تحضر اجي مرحبا بك. هي فاش سمعت الطلاق وداك الشيء بحال كان عندهم امل الرجوع ترجع معاه، لان كتصيفط في الخاص عنده وداك الشيء، فهمتي؟ من بعد دابا مني سمعتني حامله كتحاول انها تمارس عليا هذا الاضطهاد النفسي، فهمتي؟ وتمرضني زعما وفهمتي التهديدات وداك الشيء، وهادي عاد بان لها القانون اليوم. انا كنوجه لجميع المتبعين والمتتبعات، سواء كنتوا كتبغيوني اما كتبغيونيش، خليو حسابات الشخصيه اللي بيناتنا خليوها، انا كنطلبكم توقفوا معايا في هذه الحزه، لان هي كتدعي عندها محامي كبير وعندها الفلوس وعندها هذه وعندها هذه، ولكن انا عندي الله وعندي نتوما، كنتمنى انكم نتوما توقفوا معايا، وكنتمنى القضاء
ان شاء الله، لان عندنا فيه كل ثقه. الحمد لله القضاء ارحم من هاد الناس هادو، ارحم بكثير بكثير بكثير. ان شاء الله حتى حنا عندنا باش غادي نجاوبوا على راسنا، ولكن لحد الساعه محتاجه الناس انهم يكونوا في جنبي. وان شاء الله رساله السلطات هذه راه ولات واحد الطريقه ديال الشهره. اللي بغى يتشهر يجي يدخل بنادم للحبس، واللي بغى يتشهر يجي يدير الشكايات، والقوي ياكل الضعيف. ولا الى الله، هاد الناس الاموال الطائله كتخسر في هاد الشيء ما فهمناهاش ما فهمناهاش. كنتمنى السلطات تدخل وتشوف لنا هاد الايادي الخفيه، لان خويا يزهير اللي يكون في علمك، هاد الشيء راه ماشي البارح اللي بانوا معاك اخويا. انا راه صرحت بها في قناتي هادي شهرين وما كيتخطط ليا هاد المسائل هادي. وكاينين الناس اللي هاجموني كاع وما تقونيش، وكاين الناس اللي قالوا لك راه حقا غير باغا تسعف فلوس المحامي، وحقا غير كتكذب عليكم. حتى البارح عاد كل شيء قال لي جالي سمحي لنا ظلمناك، وبصح كلامك صحيح، ها هي السيده مازال تبعكم في حياتكم، ما بغاتش تخليكم تستقروا في حياتكم، ما بغاتكمش يعني تعيشوا في راحه. اختي بغيتي فلوسك بينك وبينه، انا داك الشيء بعيد عليا. سبيتيني رديت عليك، سبيتيني رديت عليك، وكل شيء بتسجيل. اما انت ضربتي لي في الاعراض ديالي كثر وكثر وبالدلائل، وغنوريهم حتى الخويا زهير اللي كيثق فيه هاد الطرف وهاد الطرف. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.